حضراتكم من جديد، وده كان الجزء الثاني من الفيلم التسجيلي او الفيلم الوثائقي وثائق بنما، واللي انتجته قناة النهار اليوم، واللي اجرى هذا التحقيق طبعا هو الاستاذ هشام علام الصحفي الاستقصائي اللي موجود معايا دلوقتي. اهلا بيك مره ثانيه استاذ هشام. وخلوني ارحب كمان بالاستاذ اسلام صادق. الاستاذ اسلام هو ايضا ناقد رياضي، وبالتاكيد انه الفيلم اللي هو شافه النهارده يعني هو بالتاكيد مهتم بيه ايضا، وهو رئيس تحرير برنامج كورة كل يوم مع زميلنا كريم حسن شحاتة. مساء الخير استاذ اسلام. مساء الخير، برحب بيك وبرحب بزميلي هشام، لان هشام طبعا من الصحفيين المميزين جدا، وببارك له على الخطة الثانية لي اعتقد، لان هو كان تميز وانفرد قبل كده بنشر وثائق بنما، فانا ببارك له مرة ثانية، وده شيء يعني طبيعي بالنسبة لهشام يعني. طيب انا عايز ابدا مع هشام الاول، ويعني احنا شفنا الفيلم الوثائقي يا استاذ هشام، عايزه برضو نلخص للمشاهدين ما اهميه كل المعلومات التي جاءت في هذا الفيلم. طيب الموضوع بتاع التحقيق منقسم الى جزئين. الجزء الاول يخص جاني انفانتينو رئيس الفيفا الحالي. كويس. قبل توليه مهام منصبه الحالي كان بيشغل منصب مدير الخدمات القانونيه في اليويفا، الاتحاد الاوروبي لكره القدم. بالظبط. طيب من ضمن مهامه هو توقيع على الاتفاقيات الخاصه ببيع حقوق بث او الحقوق الحصريه لبث البطولات والمباريات الاوروبيه التي تخضع للاتحاد الاوروبي. وثائق بنما كشفت عن توقيع انفانتينو بوصفه او بصفته الوظيفيه على عقد او عده عقود بيع عده بطولات اوروبيه الى شركه ارجنتينيه بقيمة أقل من قيمتها المفترض أن تكون عليه. يعني خسر الاتحاد. ده في هذه في بيع نوعا ما نوعا ما، ولكن مش هي دي برضو النقطة اللي احنا نقدر نثبتها. اللي احنا نقدر نثبته ان الراجل باع بطولة ب 100,000 دولار، بعدها بأربعة أيام أو بأسبوع الشركة اللي اشترت هذا الحق بيع هذه البطولة أو الحق الحصري بعتها بثلاثة أضعاف هذه القيمة، وبطولة أخرى نفس الشركة أخذتها منه وبعتها بأربعة أضعاف هذه القيمة. ربما يكون شيء وارد، شطارة من الشركة التي اشترت، دورها هو التسويق. ولكن لما نرجع نشوف تاريخ أو السيرة الذاتية لصاحب هذه الشركة، هو شخص أرجنتيني، هو وابنه بيملكان مجموعة من الشركات من شركات الأوفشور تحمل نفس الاسم، موجودة في عدة سجلات أو أقاليم بتسهل الحصول أو تسجيل شركات الأوفشور. اشترى من خلال شركات الأوفشور حقوق البث من الاتحاد الأوروبي اليويفا. هذا الرجل تم إدانته وثبت تورطه بالتحقيق معه في أمريكا، في الولايات المتحدة، وفي أوروغواي، وفي الأرجنتين، بقيامه بدفع رشاوى، وهو أقر في التحقيقات التي أجريت معه بقيامه بدفع رشاوى لأعضاء نافذين في الفيفا وفي اتحادات كروية أخرى للحصول على حقوق بث بطولات بأقل من قيمتها، والإبقاء على حقوق هو بالفعل قد حصل عليها. اتحادات قارية ولا اتحادات محلية؟ اتحادات قارية. قارية. نعم. يعني زي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. نعم. وتورط انفانتينو، وزي مثلا ممكن في أمريكا اللاتينية. في أمريكا اللاتينية فيما يخص أمريكا اللاتينية. نعم. أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي. طيب فده جزء مهم تم الكشف عنه من خلال الوثائق. نعم. كويس. الجزء الثاني وهو برضه مرتبط بنفس الشخص الأرجنتيني. هو اسمه أوهو جانكيز. ومعاه ابنه. ابنه ماريانو. ماريانو. طيب. الراجل ده عمل ايه تاني؟ دول اصحاب الشركه اللي هي اشترت من انفانتينو بسعر وباعت وباعت القناه التلفزيونيه الثانيه اورجوانيه اسمها تيليماسونيز بقيمه 3 أضعاف. ده اللي احنا قدرنا توصلنا له، هو بيبيعوا مره واحده، ممكن يبيعوا اكثر من مره. لكن الوثائق اللي موجوده اتكلمت في ده. بالظبط بالظبط، ده اللي احنا توصلنا عليه. الجزء الثاني فيما يخص خوان بيدرو دامياني اللي هو خبير لجنه الاخلاق في الفيفا، اللي في اعقاب في غضون ساعات من نشر وثائق بنما استقال على الفور. خوان بيدرو دامياني بجانب عمله كخبير بلجنه الاخلاق في الفيفا هو ايضا يملك شركه للخدمات القانونيه.
الاستشارات القانونية وبتساعد في إدارة وفي تأسيس شركات أوفشور، وهو أيضا عميل شركة فونسيكا. اكتشفنا أن أخوان بيدرو دامياني كان يدير شركتين من إجمالي ثلاث شركات يملكها أوهو جانكيز بتحمل نفس الاسم كروس تريدينج، من إجمالي سبع شركات أخرى ولكن منهم اثنين بيحملوا نفس الاسم. هذه الشركات هي التي اشترت حقوق البث من اليويفا. الموضوع معقد، الموضوع معقد، وعلشان احنا نقدر نحل ونفك الطلاسم بتاعته بالشكل ده اخذ مننا وقت شويه. بجانب التسهيلات اللي اخوان بيدرو دامياني قدمها للشخص الارجنتيني، هو كمان كان بيساعد يوجينيو فاجريادو نائب رئيس الفيفا السابق في اداره مجموعه من الشركات بشكل صوري، كان بيحط اسمه كمدير لهذه الشركات، شركات الاوفشور التي يتم من خلالها غسل الاموال من خلال شراء عقارات في اوروغواي وبيعها وتسقيع هذه العقارات بلغه السوق، ويعني عمليه ضخ اموال واخراجها بشكل اخر بحيث تكتسب صفه الشرعيه. وفيجريادو قبض عليه واقر في التحقيقات ايضا بانه كان يتلقى رشوه ثابته قيمتها 50,000 دولار شهريا. كم درجه زي الفل جدا. طيب كملي الجزئيه دي عشان عايز اروح للاستاذ اسلام بقى واعرف هو كمان يعني كيف استقبل المعلومات اللي سمعها في الفيلم. فده بالتالي بيكشف لنا قد ايه بزنس الاوفشور كان متداخل في عمليه الفساد داخل الفيفا، يعني الرشاوى التي كانت تقدم، حقوق الامتياز التي كان يحصل عليها بعض الاتحادات او بعض الاعضاء في الفيفا لم تكن تاتي من خلال اموال سائله ولكن من خلال استثمارات او هبات او تنازلات في عمليات البيع. طيب عايز اروح للاستاذ اسلام صادق. استاذ اسلام، شايف انه المعلومات والوثائق اللي تم الكشف عنها واللي شفناها يعني او شفنا جزء منها، الجزء الخاص بالفيفا الاتحاد الاوروبي لكره القدم شفناها في الفيلم اللي احنا يعني كنا بنتابعه دلوقتي، شايف ده تاثيره هيكون ايه في الفتره اللي جايه على الفيفا وعلى الويفا الاتحاد الاوروبي؟ طيب خليني يعني نتفق مع بعض ان الوثائق ديت ونشرها في التوقيت الحالي كان بيؤكد يعني مقولة دايما كانت بتتقال عن مؤسسة الفيفا، لكن كانت بتتقال بدون وثائق يا هشام، وهي ان مؤسسة الفيفا هي اكبر مؤسسة فساد، هي ما بتديرش كرة القدم ولا نظام كرة القدم، ولكن المسؤولين فيها هم موجودين بقدر كبير علشان يستفيدوا ماليا ومعنويا من خلال تواجدهم سواء في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي او بالنسبه لجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق ودلوقتي انفانتينو حسب المعلومات اللي بيقولها هشام. النهارده المحكمه الرياضيه الدوليه لما تقر بايقاف ميشيل بلاتيني لمده 4 سنوات دوت بيؤكد لك واحد لاعب بحجم ميشيل بلاتيني، واحد من أفضل اللاعبين على مدار تاريخ الكرة في العالم، طبعا الفرنسي ميشيل بلاتيني، لما يجي ويتورط في فساد أو قضايا فساد خاصة بكرة القدم، إذن الاتحادات وإحنا بنتكلم على الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي وما نعرفش، وبتتكلم حضرتك على اتحادات في أمريكا اللاتينية وهناك أيضا يعني ناس من المكتب التنفيذي كانوا متورطين في فساد الاتحاد الدولي. لكن هو أنا سؤالي بالنسبة لنا اللي يهمني أكتر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هل لو دورنا هنلاقي حاجة؟ ولا هل لو دورنا هنلاقي حاجة فيما يخص الاتحاد الإفريقي؟ هو في حاجة هي بس محتاجة بقى مجهود أكتر من إسلام والزملاء الرياضيين، ان في تحقيق دلوقتي مفتوح عن تورط جنوب افريقيا في دفع رشاوى مقابل استضافتها ده من فتره، خلي بالك الموضوع احيي حاليا وفي وثائق جديده ظهرت فيه بقالها فتره. لكن انا سؤالي وانت ليك طبعا في الامور السياسيه اكتر، ان هل لو امريكا ما كانتش متقدمه للحصول على تصفيات على نهائيات كاس العالم 2022 وحصول قطر على تنظيم البطوله، هل كانت كل الوثائق ديت كشفت يعني ظهرت؟
طيب ده بيرجعنا تاني لكلام كانت قال برضو بعض يعني بعض التحليلات فعلا قالت هذا الكلام في الجزء الاول برضو يا استاذ هشام، قالت لك ده امر مقصود وده شغل مخابراتي وده امريكا وعايزه تضرب بيها روسيا وتضرب بيها ايضا دول اخرى، يعني نفس النظريه دي اهو بيقولها برضو الاستاذ اسلام. رايك ايه في الراي في الرأي طيب. يعني في هذا التحليل؟ في ابريل 2016 ICIJ الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بدأ الموجة الأولى من وثائق بنما، وإحنا النهاردة في مايو في 9 مايو بننشر جميع الوثائق على العلن. في فبراير الماضي نشرنا جميع الوثائق الخاصة بالتسريبات السويسرية للبنك HSBC. في العام السابق في 2014 نشرنا تحقيق عالمي كبير بعيد خاص بشركة الأوفشور اسمه لوكسمبورغ، فضيحة لوكسمبورغ أو لوكس ليكس. فكل شيء بيحصل عليه بيتم نشره في توقيت بعد التوثق منه. الموضوع الخاص بوثائق بنما تحت أيدينا منذ عام كامل وأكثر، ولكن بعد التوثق منه واستنفاذ كل الإجراءات القانونية والمهنية وإعطاء كل جميع الأطراف حقها في الرد قبل النشر نشرنا. فيما يتعلق بقطر ذكرنا أعضاء الأسرة المالكة في قطر وفي كل الدول العربية كلها في التوقيت الحالي، هل له علاقة بعدم حصول أمريكا على تنظيم كأس العالم؟ تقصد المستندات الخاصة بالجزئية الرياضية أو بالفيفا يعني؟ بالفيفا. أنا بتكلم في الجزء الرياضي، ما بتكلمش على الجزء السياسي أو العام، يعني أنا بتكلم في الجزء في الشق الرياضي. لا أعتقد، لا أعتقد على الإطلاق. يعني أنا مش عارف. يعني ليه عندك تشكك يا استاذ؟ لان فساد يعني الاتحاد الدولي اذا من شويه حياتك لسه بتقول في بدايه كلامك انه الوثائق دي والفيلم اللي احنا شفناه بياكد الكلام اللي احنا عارفينه من الاول ان في فساد ده في الاول. ده ليه بنشكك يعني بقى؟ احنا عارفين من 2005 يعني. انا مثلا من ساعه ما اشتغلت في الصحافه وانا عارف ان في الاتحاد من 15 سنه، مش من 20 سنة عشان لسه من 15 سنة أنا عارف إن في فساد في الاتحاد الدولي. تمام، يبقى ليه متشكك يعني؟ لازم يكون في هدف. طب ليه دلوقتي أنا في التوقيت؟ سؤالك أنا بتكلم على التوقيت دوت. تفتكر في توقيت مناسب يا إسلام؟ المفروض الورق ده إذا كان في شيء في توقيت مناسب خاص بأي شيء، يعني لو هنيجي نتكلم على الفساد خاص في مصر مسؤولين بارزين او رجال اعمال، في توقيت كده ممكن نقول الوقت ده مناسب نقدر نطلع فيه قضيه فساد؟ لا انا حتى على الساحه العالميه فيما يخص الاتحاد الدولي تحديدا، واعلم تماما على فكره ما نشر وما اعلن عنه عن بلاتر ما يجيش من وجهه نظري وحسب معلومات قبل كده ومن ناس كانت مسؤولين او ناس مصريين متواجدين في الاتحاد الدولي، ما يجيش واحد على مليون من اللي كان بيعمله بلاتر من ايام لما كان سكرتير عام، مش بقى رئيس للاتحاد الدولي. نفس الامر بالنسبه لانفانتينو، نفس الامر بالنسبه لميشيل بلاتيني. ده هيودينا للسؤال اللي حضرتك بتساليه اللي هو طب مردود ده ايه؟ هو في النهايه جوزيف بلاتر من وقت ما كان سكرتير عام الى بقى رئيس الاتحاد الدولي قعد حوالي اكتر من 25 30 سنه في الاتحاد الدولي بالبلدي بيسرق ومتورط في قضايا فساد. تقصد ما كانش في مردود فبالتالي مش هيكون في مردود لسه؟ تقصد ايه؟ اقصد ان هو سؤالي ان التوقيت ده ليه؟ يقدر هشام ممكن يعني يجاوب اكتر مني في هو مش شايف انه له علاقه. انا شايف ان التوقيت دوت له علاقه بعدم حصول أمريكا على تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 وحصول قطر في بس أصل الوثائق دي مش خاصة بالرياضة فقط، يعني الوثائق دي خاصة بحاجات كتيرة جدا وليها علاقة برجال أعمال أنا بتكلم بالسياسيين وهكذا. أنا بتكلم في الشق أنا الرياضي. أنا أقصد هل ما أنا فاهمة أنا بتكلم في الشق الرياضي، ولكن إذا كان الموضوع له علاقة بأمريكا وتنظيم نهائيات الكأس وكل هذا الكلام، طب يعني هيسربوا وثائق خاصة بكل حاجة تانية بس علشان الجزئية الرياضية اللي هم عندهم تضارب مصالح فيها؟ لا أنا بتكلم فيما يخص الرياضة، وكان ممكن هم ما يسربوش المستندات الخاصة بالجزء الرياضي، ولكن مش مظبوط يا اسلام. احنا الموضوع ما بيتمش بشكل انتقائي،
يعني دي مش مجموعة ملفات احنا بنطلع ملف ده نقول ده هنطلعه، دي الشركات اللي عندها المجموعة ده، احنا بنتكلم في 11.5 مليون وثيقة. اوكي، انك تدخل في عملية فرز وتيجي تقول ده بتاع الفيفا اركنه على جنب دلوقتي نستغله بعدين، مفيش الكلام ده. احنا الملفات كلها دلوقتي تقدر تدخل من على الموبايل بتاعك او الكمبيوتر بتاعك وتشوف جميع الاسماء اللي وردت في جميع المجالات. طيب، في العالم رؤساء دول ورجال اعمال وسياسيين. هل ال 11 مليون، انت قلت حاجة مهمة جدا، ان ال 11 مليون وثيقة ديت خلال السنة اللي فاتت او خلال الفترة اللي فاتت كان بيتم التأكد من ان اذا كان الاتهامات دي صحيحة ولا لا. لا مش مظبوط. لا لا لا، احنا إيه؟ بنشتغل، احنا عندنا وثائق يعني تخص 200 دولة. احنا مجموعة صحفيين من 76 دولة. حلو. كل واحد بيختار موضوع بيشتغل عليه. انا اخترت وليكن الفيفا. الفيفا بجمع كل الداتا المرتبطة بالفيفا او باليويفا من الداتا دي، وبعدين بعمل عملية توثيق لهذه الوثائق وهذه المعلومات، وبعدين برجع لجميع الأطراف وبعدين أتأكد من صحة هذه الوقائع. أنا اللي بختار، محدش بيجي يقول لي اختار أو اشتغل على كذا. طيب أنا أنت كصحفي استقصائي بالضبط. خلاص أنا جمعت الداتا اللي أنا شايف إنها تكفي الموضوع بتاعي، نبدأ كلنا نعمل عملية حاجة بنسميها فاكت تشيكينج. يعني إيه؟ أنا بدي الداتا اللي معايا دي لإسلام، بقول له إسلام أنت دلوقتي بتلعب دور بنسميه ديفلز أدفوكيت، محامي الشيطان. بتيجي تمسك أنت الورق ده وتيجي تقول لي هشام أنت بتقول دلوقتي إن إنفانتينو وقع أثناء توليه كذا على عقد بيع كذا. تحاول أن تنوب عنه يعني، تتكلم بلسانه. أنت ممكن تكون غلطان على فكرة، الراجل ده عمل حاجة صح. أقول لك صح، هو عمل حاجة صح، لكن الوثيقة دي بتقول غير كده، الوثيقة دي بتقول غير كده. بنبدأ نفند كل اتهام قد يطال اي منا بشكل دقيق لا تتخيله. احنا بقالنا سنه واعتقد ان احنا مجموعه، يعني اعتقد ان هم بيصلوا لمستوى معين من المهنيه والحرفيه عالي جدا، ان هم يتجنبوا ان يقع واحد منهم في خطا، لان انا قوة شخص واحد في خطا يسقط جميع المجموعه. الصحفيين الاستقصائيين اللي هم بيبذلوا جهد للوصول الى المعلومه. انا بتكلم، انت بتتكلم على التوقيت. التوقيت في صحفي وليه قبل كده في صحفي وهل على مدار اسمع اكمل جيرينجز. انا هكمل بس وحضرتك ايه بس سريعا لان بقى ما عندي اقل من دقيقه. اتفضل. بس حسبي الله ونعم الوكيل. حياتك بقى عارف الهوا وشغل الهوا. طيب ماشي، لكن خليني بس، هو انا ليه دلوقتي؟ يعني ليه في التوقيت الحالي؟ هو ده السؤال. مفيش دلوقتي السؤال، احنا واضح ان مش هنوصل لطلاق بالفيفا. خلينا بس ننتقل لحاجه تانية لانه مش هنوصل لطلاق. واضح انكم دلوقتي مش واقفين على ارضيه واحده. ماشي. طيب انا اخر حاجه عايز اسالها الاستاذ هشام، متوقع ايه ردود الافعال؟ احنا اتكلمنا في التداعيات على الجزء الاول، ايه التداعيات المتوقعه فيما يخص هذا الاعلان الخاص بالرياضه وبالفيفا وبالويفا؟ أعتقد أن تكون هناك موجة من المساءلة، هي بدأت بالفعل بعد الإعلان عن هذه الأسماء مع الموجة الأولى، موجة تحقيقات كبيرة عقبها استقالة خوان بيدو دمياني ومساءلة إنفانتينو في هذه الوثائق. أعتقد أن يتم التوسع في كل الأسماء التي طالت الشخصيات الرياضية في الاتحادات القارية الأوروبية. عفوا، الاتحادات القارية في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا. حياتك كنت أعلنت قبل كده أنه في 21 شخصية عربية ومصرية مصرية. هيتم الإعلان عنها في الجزء الثاني، دي أصبحت موجودة الآن تم الإعلان عنها. يمكن قراءة هذه الأسماء الخاصة بمصر وبجميع دول العالم على الرابط icij.org.offshore.org. طيب لو ممكن حد يعني اذا زملائي معاهم اللينك نضعه على الشاشه او قوله لي مره ثانيه. icij.org icij International Consortium of Investigative Journalism. اوكي. icij.org /offshore. طيب استاذ اسلام، اخر سؤال سريعا هساله لحضرتك، هل شايف انه في رغبه داخل الفيفا داخل الاتحاد الاوروبي من اجل يعني مواجهه هذا الفساد ولا لا؟ مش من داخل الاتحاد الاوروبي لكره القدم او من الاتحاد الدولي، لان زي ما قلت لحضرتك ان المسؤولين او بعض من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد اثبتوا ان مؤسسة الفيفا هي قائمة على الفساد، ولكن هي الضغوط بقى من أي جهة أيا كانت هي اللي قد تدفع الفيفا إلى محاربة الفساد مجبرا، زي ما اضطر جوزيف بلاتر
لتقديم استقالته مجبرا بعد كشف وقائع الفساد. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا. الصحفي الاستقصائي الاستاذ هشام علام المصري الوحيد المشارك في تحقيق وثائق بنما. الحين بحييك وبشكرك على المجهود اللي انت بذلته في هذه الوثائق وفي انتظار الفيلم الجديد ان شاء الله. في فيلم تاني إن شاء الله جاي ان شاء الله قبل رمضان. احنا مش هنقول مشاهدين فيلم عن ايه علشان ينتظروا هذا الفيلم، ولكن احنا في انتظاره جميعا باذن الله. الفيلم من انتاج قناه النهار اليوم. واشكر الناقد الرياضي الاستاذ اسلام صادق، شرفتنا. شكرا لحضرتك. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم. بكره ان شاء الله يكون معاكم بعد عودته من اجازته زميلي محمد مصطفى شردي. استنوا.